للوداع أشواط معدودة، أو يطوف الإنسان ما شاء واحد أو خمسة أو عشرة، المهم أن يطوف حول الكعبة. إذا أطلق الطواف فالمراد به الطواف المشروع، وهو لا يقل عن 7 أشواط ولا يزيد عليها. نعم. كما أننا إذا قلنا صلاة فهي الصلاة المشروعة التي لها صفة معينة من ركوع وسجود وقيام وقعود. فالطواف إذا أطلق فإنما المراد به الطواف بالبيت، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وفي رواية لأبي داود: حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. نعم. والطواف إذا أطلق فهو 7 أشواط. نعم.